الإنسان ينبغي أن يفكر أيضا في من حوله. ولذلك حتى بالنسبة إلى أعمال الخير والصدقات، لا ينبغي للإنسان أن يتصدق بماله في حياته ولا يترك لورثته ما يفيدهم في حياتهم. روايات عندنا في هذا المجال، في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، أحد الأصحاب سعد ابن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، ما عندي إلا بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ ثلثي مالي أتصدق به في سبيل الله؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ نصف مالي أتصدق به وخلي النصف لبنتي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير. زين، إذا تصدق بالثلث خير واجد بعد. ثم أضاف الحديث: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك شرعا ما يجوز للإنسان حتى الوصية أعمال الخير يوصي بعد وفاته: حجوا عني وزوروا عني وتصدقوا عني وما أعرف إيش وكذا، في حدود الثلث بس. أكثر من الثلث ما تمشي وصيته. ليش؟ لأنه اللي من بعدك ورثتك أيضا ينبغي أن تتاح لهم فرصة الحياة المتقدمة، جودة الحياة. بل عندنا أحاديث وروايات، باب عندنا في وسائل الشيعة استحباب الوصية بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع. أقل من الثلث، من حقك ثلث توصي بأعمال الخير، لكن لا، حاول تخلي أقل، يعني ربع، لا، حاول تخلي أقل من الربع، خمس. لماذا؟ يعني أن الإنسان يفكر أيضا في الارتقاء بمستوى من حوله. هذه هي توجيهات الدين.